بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ اعتزازه وسروره وسعادته بالتجمع الرياضي والأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي 24 لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 26 من نوفمبر وحتى 8 من ديسمبر لعام 2019، منوها سموه رعاه الله بأن هذا التجمع الأخوي يمثل إحدى الخطوات المنشودة نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عهدها وتعزيز وشائج وأواصر الأخوة واستعادة الروابط والتقارب بين شعوب ودول المجلس لاستكمال مسيرة التعاون القائم في مختلف المجالات بينهم والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته. كما أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم 24، مقدرا سموه حفظه الله الاستعدادات والإمكانات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في دولة قطر لهذا الحدث الخليجي الرياضي، ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تخللت حفل الافتتاح وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل دولة قطر وخارجها ونالت إعجابهم وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة وتنمية شاملة في ظل قيادة سموه الحكيمة، متمنيا سموه رعاه الله كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، متمنيا سموه حفظه الله لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة دوام الصحة وموفور العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج 24 التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، راجيا سموه كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، ومتمنيا لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة دوام الصحة وموفور العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.